السلام عليكم متتبعين ديالي العزاز، لاباس عليكم؟ بخير هانين، كبرت عليكم ياكم. داك الفيديو الاخر ديال زكريا، ديال عيد الميلاد ديال زكريا، سميت عيد الميلاد وصافي. ياك بخير هانين، اش تعاودوا؟ اموركم هانين الحمد لله، واخا ما كتجاوبونيش انا نقول لكم الحمد لله. يعني قلت لكم في داك الفيديو الاخر ديال داك الفيديو، قلت لكم زعما ديروا كومونتير وديروا لايك والو. دابا عاد عرفت واش ما عزيزاش عليكم وما كنعجبكمش، يعني ما المحتوى ديالي ما عاجبكمش، ماشي مشكل. ولكن الاكثريه كيتفرجوا ولكن ما كيديروش جيم، ما كيديروش كومونتير، كومونتيرات قلالين، يعني عندي 1000 وشي حاجه، ولكن وما كيتفرجوش كاملين، عرفت والله اعلم. ثاني ما عرفتش، كاين اكثريه كيتفرجوا ديك 100 200 ولكن ما كيديروش لا جيم لا كومونتير، ولكن ماشي مشكل، ماشي مشكل. بنادم راه كيدير الحاجه اللي كيرتاح فيها واللي قالها ليه راسو، ماشي مشكل. المهم الله يكبر بكم كاع المتتبعين ديالي اللي كيتفرجوا فيا واللي كيتفرجوا ليا في الفيديو حتى الاخر، الله يسهل عليكم والله يعطيكم ما نويتو في خاطركم. هادشي اللي غادي نقول، وهاني هاني جيت ثاني، هاني طليت عليكم ثاني. المهم راه اليوم ما كاينش حتى شي حاجه عاوتاني غير هذا، يعني منين نحن من المرضى انا شويه الحمد لله شويه، واخا باقي مني كناكل، ولا نشرب الماء كينوض عاوتاني داك الوجع واحد شويه الحمد لله. ماشي المهم ماشي كيبحال، الاول الحمد لله، على كل حال. قال لك المؤمن المصاب، راه ربي كيتفكرنا، بالمرضى الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. هادشي اللي غنقول. واليوم جيت واحد الفيديو، عادي شنو جيت لكم بعد الفيديو، ما تش تضحكوا عليا عاوتاني ولا شنو. دابا حنا من المرضى طاح لينا روز مريض لينا ضارين عينيه ومن فوخين تتي تسدو تكي ولي صايورين وكيدمعوا لي، وكنتسنى اليوم غدا، حتى البارح عاد صيفط زكريا جاب ليه تقطيره في فرماسيان، سول عليهم قال لهم ديال المشاشه كاين وكاين صافي، وعطاوها ليه في فرماسيان دير واقيلا 500 وشي حاجه. ايوا صافي، وبقى فيا والله الا بقى فيا مسكين، فاش كينعس وينوض ما كيتحلوش لي عينيه، ما كيبغوش يتحلوا لي، كيبقى مسكين دابز معاه ما هكا، فاش كتعيطي لي كيبقى يدير هكا يهز راسو الفوق باش يشوف. والله الا بقى فيا وانا عرفتوني كيدايرها قلبي شي شحنينه، لا في البشر ولا في الحيوان ولا كل شيء، ولكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله الله يخلينا دي من هكا. الله نحنوا في الحيوان ويجيب الله اللي يحن فينا من البشر، هادشي اللي غنقول. ايوا هادشي اللي كاين. يوك غتبيع الكسوه كامله، يوك هاد الكسوه جابتها لي مرت ولدي، لا سارقاها لمرت ولدي بيني وبينكم، ها سارقاها لا لابسه عليها. دوك سمعني غادي تشوفي الفيديو، يا واقفه وغادي كاينه عند امها، ومشيت لبست ليها البيجامه ديالها، وانت هي راه كتلبس لي البيجامات ديالي، انا عجبتني زوينه، جبتها لها امها زوينه. ولكن واخا نقول لك الا نجات، جبتي لبنتك البيجامه ما جبتيش لينا حنا، ولكن ديريها فين تجيكم مخبياها حتى لدروك، شهر باش جيتي دروك اللي بانت، ودروك هاني لبستها في هذا الفيديو. انا جات شوف بيجامتك راه لبستها في هذا الفيديو اللي جيتي الوافا، والله الا زوينه عجبتني. نصور بها وصافي ونحطها ليها، ما نشدهاش ليها. لا روز، روز فين مشى روز؟ واسمعني بغي ندير ليه الدواء واقيلا هرب. روز اجي اجي روز، هبط عند ياسمين، بلاتو نقلب عليه نجيبو. حصلتو غادي قالك لا ماشي كفعولي الفيديو، ماشي كيك واقيلا كاع، بلاتي انا نشد لك الفيديو نقاد تحيد فيه. حبسي ديرو قال لي مشى هرب، واسمعني كنهضر مشى هرب وجلس ما عندي لك والو. دابا ملي كنغسل ليه كنت كندير ليه مروت، واه شوفوا شوفوا شافها راه درتها لي البارح روز. عافاك عافاك، ندير لك هذا الشب، ندير لك هذه باش تبرى، ندير لها عاوتاني عافاك صافي. شوفي دابا هضرت معاه وزكا فهمت، شوف هاد التقطيره البنات اللي خديت ليه على حليتها بالمقلوب هي هادي. مشى زكريا سول قالوا لي راه كاين حتى واحد الفانيده كدار في الماء ولكن ما لقاهاش عندهم. ها ياسمين جات، راه سمعي ياسمين هبطت تسخر ويتبع يجري، ها تنعيط لي تنعيط لي بحال ما رجع. ها هي مشى خرج قال لك بغي يتبع،
يلا سلمي على المشاهدين. انا ميريش عافاك عافاك عافاك. شوفي كيش كي زعما عافا ولدي باش تبرع ولدي. شوفي ها كومي زيد 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 زيد. آه شوفوا عافا ولدي باش تبرع عافا كاروز عافا روز ديالي باش تبرع. ياك زيد زيد عاوتاني هادي هاني. آه قربي قربي باش يبان. شتو عينيه كي دايرين مسكين. ها عرفتي كي كانت هادي كانت هادي منفوخه كلها من هنا وكانت كندير لي بحال هكا كيبان لي هنا احمر لداخل وشويه كيخرج داكشي بيض بحال الحليب من عينيه. وتخلع على سيدي يقول لي زكريا حشاكم قال لي راه القيح وقلت ليه لا ويلي القيح ولا عيني صافي هذا مسكين مشى وصافي ولدي. غادي ندير لك واحده اخرى. اش قال لك زكريا علقت ياك؟ نقطه ثلاثه مرات في النهار. صافي درنا الدواء الروز هو غيبرى ليا روز. صافي يلا سير صافي سير يلا سير سير الي سعدي يا سعدي. ايوا هذا مكان انا جيت هذا مكان. شوف واش درت زعما باش ما نعمرش بالزغب ديالو ولكن ما تخوش الزغب بزاف تيجي ما زوينه والله تعالي عجبني بنيتي. هو فوا انا ما نرجعش لك بيجي ما مشات. شوفي باش تعلمك ما توصيش امك تقول لي جيبي عجوزي بيجابة جايبه لي انا ما تخليش عجوزتي. قولي عجوزتي هي الاولى اللي ما فيش صواب ما فيش صواب خلى على الله. ما ديت شاي ما تكون العسكر مخزن اش دير انا اش كون راسي هي كتبت باقي وهي نيت وفا مجوعة عندي هاد البنت وفات حقا نغسل يديا. لا شكون صاحبتها؟ حلي عليها نجات كنت تاكل فيه قالت لك زعما تاكل لها نجات باقي. الله يستر يا ربي ومجوع فهاد البنت عندي مجوع فا. المهم مشاهدين تسناو الجديد ان شاء الله. انا صحيت الحمد لله الحمد لله بفضل بفضل الله ودعواتكم معايا وحق الله العظيم. الى الناس كاع كاينين اللي كاينين هادو اللي كيفاش غنوصل لكم ماشي غير المتتبعين ديالي كاين هاد الناس القرابين ليا ومتبعيني وكلشي كاين اللي قالها في كومونتير وهادو اللي كاينين هنايا اللي كاينين هنايا اللي حدايا وعندهم الواتساب ديالي. والله الا كلشي كيعيطوا عرفتي عرفتي في النهار 16 وحده حتى ل 20 اللي كيعيطوا. والله الا الله يجازيكم بخير ونقولوا عند شوفوا تسلعي سخروا ليها. نقول لكم الله يجازيكم بالخير الله يقي الله يكتب علينا مكاتب الخير. الله الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم ويعطيكم الصحيحه ديالكم. والله الا كتسولوا والله القسم هذا هو المضمون فيكم. بنادم كيسول على بعضياتو في الدنيا قبل الاخره والله راه حيت راه الدنيا ما فيها والو راه غدا ولا بعدا راه كلشي غادي. وكاين داك كي كيقولوا اش يقولوا الموت الفجاه والله اش بيتي يا انا غنقول غير الفوطه جيو وفرج قطع الفوطه حبسي انا غادي نغير الفوطه كي يلا جيت انا كتفكر فيا ما تبقاش هذه هذا حبيبي زكريا شافني جايه. انتوما كاسكرو ديالنا بسيط وفقير ومتواضع ولكن منعنع عتاي منعنع اي كنقول لها نوضي يوك بلاتي دوري هكا شويه دوري هكا شويه دوري هذيك كنقولوا لي ياسمين نوضي ونوضي يا ياسمين نوضي ياسمين جيبي نوضي ياسمين كتقول لك بلاتي راه جات هذيك سميتها نجات صاحبه سكينه وجارتهم جات عندنا مسكينه جابت لينا شويه القزبر الله يخلف عليها من القزبر عرفتي شي راه واصل ما عرفتي شنو ما عرفت بوها واقيلا خدام شي فيرما ولا ما عرفت شي وجابت لينا داك وجابت لينا شويه القزبر الله يرحم والديها. ها هو كاع نوريه ليكم عرفتوا عرفتوا يا المشاهدين القزبر شحال ولا وناضت فيه العافيه. الصباح سولت عليه قال لي جوج بخمسين ياك شحال هذيك؟ بحالنا نقولوا 26 ياك ومني سولت على بغيت ربطه قال لي 30 قلت لي صافي الله يعاونك وشوف سبحان الله العظيم. هي تا دقات مسكينه جابت لي القزبر انا خديت غير المعدنوس ب 10 دريال ها هو خديته الصباح
والله يدير تاولت على الخير والله يلطف بينا وكتب علينا مكاتب الخير وصافي. انت خلعتيهم كدرك علي دير الزنبه كاينه شد لي يدك شد لي يدك وتقول لها كولي ناري على هاد السقره مع هاد الجهله عندي. وانا قلت لها وانت اصلا صاحبتي راه شعرك شابين تقول لها انا يسحب لي واش تقولي لي انت اصلا زوينه هي تحت انا وهاد دابا هاضري حصلتني كانوا هاضرين فلت لكم هاد سميتها هاد اللقطه كانوا هاضرين دابا سوق حنا جات عندنا دات قفطان قالت لك غدا العرس شويه جات صاحبتها لا انا شاد جات صاحبتها ديالك قلت لكم جابت لي القزبر صراحه ما قديتش نصبر كنت نخبي عليكم واحد مين فايته تخرجوا ساعه ما قديتش نصبر شوفي اللفعه شوفي اللفعه وجيبي موس وقرضيها عطيني شويه حداكم والله بشطه ها قلت لها فما وهي تجي صاحبتها تقول لها على هي ناحيت وهما راه في درب واحد والباب على الباب وهذيك ماشي الباب على الباب ها الباب مقفل مع الباب والله الا الباب مقفل مع الباب انا رجعت انا كاينه في الباص هي كاينه في الباص انا كاينه في الباص هي كاينه زعما هذيك هذه سكينه لا سكينه كاينه هنا في الزنقه عيطنا غتسمع ها في الزنقه الباب حدا الباب مالها ماشي هتاع هتاع بلاتي هذا ومشيت انا غلطه مشيت من نجلاء الباب ديال نجلاء نجلاء لي الباب حدا الباب المهم ها في درب واحد هما وحلوه لا سلمي المشاهدين سلام المشاهدين كديري بخير ايش حاضي ميت في الطرف هاو ديال هادي النجاة هادي سكينة صافي بارك ماما ما خصهاش تاكل حلاوة هادي ديالنا امي الفيسبوك عاد هما خدي خدي انا امك انا انت راه فيك السكر داكشي شويه لا 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 شوف شحال بدات تقلي حياني وحقره هذه في هذه البلاد ما ولدهم وربيهم توجع عليها صرتي صرتي امك كلشي والله الا البنات عندهم واحد المخبزه حلت حدانا ما حتى مخبزه ولا باتيسري شوفوا عندهم ملفه واعره حيت الله يهدي لا لا بلاتي انا مالكم كدا فيا افيا الدبابه واك واك عباد الله ها هي سخطه عطاتها شويه ثاني ها قلت لكم هذا ما كان جيت طليت عليكم ثاني طليله ايوا كلشي زين ايوا يا خوتي لا والله ما خبيت عليكم مازال شي حاجه لا كون خبيت عليكم كون كريتها فكره كوجي خبات علينا ملفاي حتى الاخر عاد جبدها قالت لك ما قدرت نصبر كنت مخبي عليكم ملفاي ولكن غنجبدها ايوا راه هكا اللي مزيان بنادم داكشي اللي قسم الله واش بعت ها انتم الحمد لله راه ما كذبت هكا اللي مزيان معكم والله ما كنت غنخبيها واه ولاش كانت محطوطه عليك عرفتيها هو كانوا في جوا واحد ما تغمزينيش ما تغمزينيش هما كانوا في جوا واحد والكومي خرج والباقي تخرج ومي الفاي بقات هو ما يمكن لصقت اه لصقات ما يمكنش انا نجرو يا شحال كيبيعو مي الفاي هادو انت السوس حار ما جاكمش حار طوما حار هو الصراحه زوين بنعنع مشحر مشحر ولكن داير بحال ديال الصحراوي ما تخربيها هي الله يستر يا بنيتي الله يهديك سمعتي شكون كنقول شكون كنقول او انتما فين كنت والمشاهدين فين كنت كنا بغينا نبركو انت تحبسي الفيديو ها كانوا ما عرفتش كيقولوا وانا نحبس الفيديو باش نتصنت لهم بدا كنحبس الفيديو عاوتاني كنشوف واش كيقول ما بغاوش يقولوا واش كيديروا الاخرى هزه سرتها تاع الحوايج بحال دوك الشارفه خافتنا ما نسرقوها ليها ولا ما عرفتها هزه سرتها تاع الحوايج الله يستر هاد الهاتره هادي الله يعاونكم شدوا الكيتات ديالكم قعدي ما نخرج في السوق لا ماشي السويقه الدراكه قال لي هذيك الزيس تاع لا كوت ديال الدراكه خاصك ما تخرجيش صاحبتي هه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 
صافي بخفتي ما تجوجيش. لا ايوا صافي طلقني هي كتبه لي في اليوتيوب كتهضري كنعرف دابا حتى والله لا نهضروا بصح والله لا بصح ولا بلاتي تنكمل الفيديو انا بغيت انا احنا قادين غلط انت قادين غلط المهم قلت لك انا قلت لكم يا المشاهدين ديالي انا جات طليت عليكم وصافي هاد الايام كنت مريضه كيشتور وما قدرتش مازال نصور ما بقيت عندي الخاطر واش لا ما يتقال خصني واحد الفيديو يكون فيه واحد تقريبا ساعه تقريبا وما نكملش لكم قصه واش من قصه شي يا ترى ضربتيني ابدا المقروف شي غنبقى فيه شي غيتشفى فيا شي غادي واخا انا ما دايرات حتى لدوك اللي غيتشفوا فيا ما دايره ليش شي حاجه ماشي كنهضر عليكم المشاهدين شي بعض ماشي يا عمي شي بعضين وشي غي هذا ولكن ماشي مشكل هادشي ديال الله سبحانه وتعالى حنا الحمد لله راضيين راضيين بقدر الله المرضى ديال الله واللي جات من عند الله مرحبا بها واللي جات من عند العبد ما سمحنا ليه والحمد لله على كل حال حنا حامدي الله وشاكرينه خديجه هي خديجه ما غتبدلش ونطلبوا سيدي ربي يكتب علينا مكاتب الخير ودعيوا مع واحد البنت من العائله ديالنا مسكينه فتحات ومريضه مسكينه في الخطر دعيوا معها بالشفاء الله يسهل عليكم والله يشافي يشافيها ويشافي جميع مرضانا المسلمين يا رب امين دارين الدعاء وراه بصح خصكم نيت بصح تدعوا فيكم الله يا رب ما بغيتيش لا الشفاء هذيك المريضه لا الصراحه بقات فينا واش ما كندعيش انا دعي فيش دايره يلا ودابا بدعوا بصح والله الله يشافيها والله الله يشافيها عرفتيها ياك عرفتيها ما تقولوش سميتها يعني احتراما ليها والعائله وداك الشيء ولا ما عرفتش واش يبغوني نقولها ولا ما نقولهاش هذا المهم مسكينه الله يجيب لها الشفاء يا سيدي ربي كندعيو لها بالشفاء يا سيدي ربي وراها عزيزه علينا وتا هي راه عنيه وقلبها ابيض الله يجعل سيدي ربي يجيب لها الشفاء ويشافي جميع مرضانا المسلمين هادشي اللي غنقول يلا هالمشاهدين ديالي العزاز ما تنساوش ليا تخرجوا من الفيديو قبل ما تخرجوا ديروا كومونتير ديروا جيم الله يسهل عليكم هذا غير فضل الله ليس امرا وهذا الشيء اللي عطى الله وراه غادي يكون جديد ان شاء الله الا بقينا في الحياه ان شاء الله غادي يكون جديد غادي ان شاء الله يكون جديد باذن الله الا بقينا في الحياه نطلبوا الشفاء للجميع ونطلبوا كلشي مسلمين الله يكتب عليهم مكاتب الخير والله يطول العمر ويرزق الصحه والسلامه ورزق من عند الله سبحانه وتعالى هذا الشيء اللي غنقول عندك عندك يلاه بالسلام عليكم المشاهدين وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ما تنساو جيمو كومونتير وبارطاج والله يسهل عليكم يلاه بالسلامه.